لو أن كلا فكر في معقوله قبل قبوله، قبل أن تضم عليه جوانح صدره، قبل أن يتقبل هذا الرأي، هذه الفكرة، أعمل عقله، لما انطلت عليه الشائعات والأباطيل والأراجيف، لما حلت الكوارث على هذه الأمة، ولما انحرفت عقيدة أو سلوكا، لما خدعها السياسيون المشتغلون بالسياسة والحكام، لما خدعها الكهنة، العقل ثم العقل ثم العقل. شوفوا إخواني، على سبيل المثال، هذه الكلمة التي قلناها الآن ودعمناها بهذه المصادر، تستطيع أن تعتبرها أصلا إحدى الأوراق البحثية. لو المخالف الآن الذي يسمعنا تأمل فيها، هذه لوحدها تكفيه لأن يتشيع. تقول لي كيف؟ أقول: ما معنى يصرح معاوية في كتابه للإمام الحسن من اليوم الأول جوابا على الإمام الحسن عليه السلام لما كتب إليه أن انزل على الطاعة؟ قال له ماذا؟ إن أمري وأمرك شبيه بأمر أبي بكر وأمركم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا مثبت في التواريخ، عند البلاذري مثبت، عند غيره مثبت. ما معنى ذلك؟ هذه الكلمة من معاوية لوحدها تثبت أن أبا بكر ومن معه كانوا يأبون أهل البيت عليهم السلام، يقصونهم. والعكس بالعكس أيضا، أن عليا عليه السلام وأهل البيت كانوا في موقف الرفض والإباء لأبي بكر وعمر وأهل السقيفة، لأن معاوية يقول: أمري وأمرك، أنا أمثل أبا بكر، أنت تمثل عليا. إذن كان هنالك افتراق من اليوم الأول من استشهاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فإذن هذه الشائعة الكبيرة الرائجة في الأمة أن ما بينهما كان سمنا وعسلا، وأن عليا عليه السلام بايع أبا بكر عياذا بالله، وإنما تمهل مراعاة لفاطمة عليها السلام وشيء من هذا القبيل، هذا كله باطل، شيء لا يعرفه معاوية في كتابه الذي أرسله إلى الحسن عليه السلام. اعرض المرويات الشائعة هذه على عمود التاريخ، تكتشف زيفها بطلانها، تعرف أنها نسجت فيما بعد لكي يقاربوا بين أهل البيت عليهم السلام وأعدائهم حتى يضيع الحق. لأن الشيطان من سياسته ما هي؟ ما الذي من سياسة الشيطان؟ إذا استطاع أن يقضي على الحق أو أثر الحق فبها، ما استطاع يخلطه بالباطل، بحيث يصور لك الحق حقا مع الباطل حقا. صار واضح؟ يعني يقول: مو مشكلة، علي بن أبي طالب إمامنا وسيدنا وكذا، وأبو بكر أيضا إمامنا وسيدنا ورضي الله عنه ورضي الله عنه، كلهم في الجنة. مجرد الخلط هذا يميت الحق، لأنك لا تميز بين الطريقين. وإذا فشل في هذه يجعلك واقفا على التل، يعني سلبيا، تقول: ما لي شغلة أنا بالفتن، تلك أمة قد خلت، فليش ندخل نفسنا؟ فتبقى ما أنت على ما أنت عليه. الهدف من قبل إبليس لعنه الله هو هذا، أن تبقى أنت المسلم على ما أنت عليه من انحراف وزيغ وضلالة عن طريق أهل بيت نبيك. هذا هو المهم، أي مذهب روح، مو مشكلة أي طريق نسلك، لا مشكلة لدى الشيطان. المشكلة، كل المشكلة، إذا سلكت طريق أهل بيت نبيك صلوات الله عليه.
هل تأمل المخالف في ذلك؟ ما معنى أن يقول معاوية أني أمثل أبا بكر وأنا شبيهه وأنت تمثل عليا وأنت شبيهه، فما بيننا لن نجتمع، لا بد أن أقصيكم عن الحكم. إذن هنالك أزمة، هنالك عداء مستحكم بين الطرفين، لا يمكن أن يجتمع علي عليه السلام وأبو بكر بحال من الأحوال. إنه كاجتماع الخير والشر، هل يجتمعان؟ لا يجتمعان. لما لا تعملون عقولكم؟